هل تساءلت يوما ما هو التصوير المقطعي وكيف يعمل؟ تابع معنا على قناتنا العلم للعرب الوثائقية فسوف يساعدك هذا الفيديو على فهم مبدأ عمل التصوير المقطعي. التصوير المقطعي المحوسب هو إجراء أشعة سينية والذي يخلق صورا مقطعية بمساعدة معالجة الكمبيوتر. صور الأشعة المقطعية أكثر تفصيلا من صور الأشعة السينية التقليدية، ويمكن أن تكشف عن العظام وكذلك الأنسجة والأعضاء الرخوة. تستخدم الأشعة السينية التقليدية أنبوبا ثابتا يرسل الأشعة السينية في اتجاه واحد فقط، بينما يستخدم ماسح الأشعة المقطعية مصدرا آليا من حزم ضيقة من الأشعة السينية، كما أنها تدور حول المريض. وتوجد كاشفات أشعة رقمية خاصة تقع مباشرة مقابل مصدر الأشعة السينية. أثناء مرور الأشعة السينية عبر المريض يتم التقاطها بواسطة أجهزة الكشف وإرسالها إلى جهاز الكمبيوتر. يمكن عرض شرائح الصور بشكل فردي في شكل ثنائي الأبعاد أو جمعها معا لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد. يمكن أن يكشف التصوير المقطعي عن هياكل غير طبيعية أو تساعد الطبيب على تخطيط العلاجات ومراقبتها. شكرا لمتابعة قناتنا العلم للعرب الوثائقية للعلوم والمعرفة. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.